ونواصل الحديث عن الأحزاب السياسية التي بدأت تعقد اجتماعاتها للتعريف ببرامجها ومخططاتها المستقبلية في ظل معارضة شديدة تواجهها بعض هذه الأحزاب. ذلك ما لقاه حزب وفاق تونس في مدينتي قفصة والمهدية، ولكنها صابعة الاتهام لم توجه إلى جهة بعينها وسط تخوف من أن تتواصل مثل هذه السلوكات. هكذا كان رد بعض من المتظاهرين في مدينة قفصة على اجتماع مفترض لحزب أفاق تونس أمس الأول. حزب أفاق تونس وجهت له اتهامات حول انتمائه إلى حزب التجمع، تهم طالما لاحقت كثيرا من الأحزاب السياسية الأخرى. وحول هذه التهم كان رد الناطقة باسم الحزب خلال ندوة صحفية عقدها اليوم بمقره بتونس. التهمة بدون دليل ماهيش مقبولة، واحنا اليوم نتحدي أيا كان أنه يقدم لنا قائمة فيها أسماء التجمعي ومناضلي التجمع ومسؤولي التجمع ليلتحقوا بحزب أفاق تونس. بهذه الاتهامات منع حزب أفاق تونس من الاجتماع بمدينة قفصة وقبلها بالمهدية رغم حصوله على ترخيص لذلك. فما تعرض له هذا الحزب انسحب على عديد الأحزاب السياسية الأخرى، غير أنه لم تعرف بعض الجهة التي تقف وراء كل ذلك. هما ناس توينسة أكيد، فما شكون يدفع فيهم أو على كل حال هما أكيد ينتميوا إلى تيارات فكرية أو سياسية أو غير ذلك، وهذا ماهوش مقبول. ظاهرة منع اجتماعات الأحزاب تكررت ما جعل التساؤل يطرح حول أهمية الأمن في هذه المرحلة. ملزمين بمعناها تأمينهم، تأمين الملتقى بتاعها، بقى الأحزاب هذه يلزمها تعبر عن الملتقى هذايا كتابيا وتعلمنا أقل شيء قبل ثلاث أيام. مش احنا معناها ناخذ احتياطاتنا باش نحضر من الامن. الاجتماع المقبل تحتضنه مدينه جلمه من ولايه سيدي بوزيد، وتحدي اخر ينتظر حزب افاق تونس للتعريف ببرامجه ومخططاته المستقبليه. الى موضوع اخر، يسعى نظام القذافي الى اعاده السيطره على معبر ذهيب وازن الحدوديه، وقد كثفت الكتائب في الاونه الاخيره من قصف المناطق الحدوديه الليبيه منذ ساعات المساء الاولى وحتى مطلع الفجر. وطأة القصف وشدته لم تمنع حركة نقل البضائع والأشخاص ليلا من سيرها الطبيعي في تحد للخطر. خميس بوطان ومزيد من التفاصيل. فيما يبدو نهجا جديدا في محاولات كتائب القذافي إعادة السيطرة على معبر وازن ذهيب الحدودي، يتشدد مساء كل يوم إلى حدود الساعات الأولى من الفجر القصف الذي يرتكز في الأيام الأخيرة على منطقة المرابح الحدودية بين البلدين في محاولة لإعادة فتح الطريق المؤدي إلى المعبر. مش متر فينا القصف، يعني ما حاجة طبيعية ولت عندنا، وإن شاء الله بإذن الله منصورين وإن شاء الله متفوقين عليه، وإن شاء الله الخوف هذا ما عادش فيه بإذن الله. وإحنا تعرضنا لقصف أقوى منا في، لكن هي فيه قصف متقطع وإن شاء الله ربك يستحي، أنتم متوكلين على الله. هذا القصف الذي ينطلق من منطقة الأغزاية القريبة جدا من الحدود التونسية الليبية والتي تتحصن بها كتائب القذافي لم يمنع من استمرار حركة العبور ليلا، حيث يظل الطريق المؤدي إلى مدن الجبل الغربي عامرا بالحركة التي تؤمن تدفق اللاجئين والجرحى ونقل المؤن الغذائية والتموينية. ما جرحى مصابين في معركة القواليش، تحرير القواليش، والحمد لله تحررت القواليش بفضل الثوار وإن شاء الله ماشيين في تقدم لنحرر إن شاء الله منطقة جبل نفوسة بالكامل ونحرر طرابلس إن شاء الله بإذن الله. سيطرة الثوار على هذا المعبر التي دخلت يومها 75 أدخلت الكثير من الطمأنينة على اللاجئين والعابرين ليلا نهارا بمنطقة وازن. تجدد القصف بشكل مستمر مع نزول الليل على طول الطريق المؤدي إلى معبر وازن ذهيب الحدودي، خاصة انطلاقا من منطقة الغزاية القريبة من هنا، لم يؤثر البتة على حركة العبور ذهابا وإيابا لنقل المؤن والجرحى والمواطنين. خميس ببطان، التلفزة الوطنية التونسية، معبر وازن ذهيب الحدودي. حفل اختتام سنة الجامعية بمدرسة الطيران ببرج العامري حفل فرجوي ورسمي هو في العادات العسكرية مراسم الاحتفالية. الانضباط، الخطوة الواحدة، التفتيش، تعليق شارات الرتب، توزيع الجوائز على الضباط التلامذة والتلامذة الضباط، والاستعراض الجوي والأرضي، كلها تتم بتناسق. مدرسة الطيران ببرج العامري ثلاثة فروع، سياقة الطائرات، أنظمة الطيران، جولان الطيران.
مدرسة الطيران ببرج العامري تخرج دفعة الهادي شاكر بمراس بخطوة واحدة بنفس واحد وبحركة واحدة، دفعة تعد حوالي 630 تلميذا بنسبة نجاح تقارب 95%. ليست هذه مزحة انتخابية بل هي حقيقة انضباطية. مدرسة برج العامري التابعة لوزارة الدفاع الوطني وإلى جيش الطيران تدرس سياقة الطيران وأنظمة الطيران والجولان الجوي بالتعاون مع وزارتي النقل والتعليم العالي. التلاميذ الضباط والضباط التلاميذ والمدنيون، ويأتيها تلاميذ ضباط من فرنسا مثلا للاختصاص أو للتأطير. دورة انتهت، دورة تبدأ مع السنة الجامعية المقبلة، دورة الهادي النيرة. الواضح أن النجاح يلقى معه التلميذ رتبة جديدة. وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي مرفوقا بالفريق أول رشيد عمار رئيس أركان الجيوش والضباط السامين والعميد آمر مدرسة الطيران تولى تعليق أشارات الرتب ثم توزيع الجوائز على المتفوقين. سوف لن نفرد الفتاة الضابط بتعليق خاص ومفردات إطراء لأن الواجب يشملها والعلم والقتال والعلم. طائرات التدريب باغتت المصور فأضاع منها 2/6 وهي من نوع بايبر سينيكا 5 ذات المحركين، أما الطائرات الأخرى فهي ذات محرك واحد وهي من نوع بايبر أرو وبايبر وارير. بايبر سينيكا 5 سنجدها على الأرض في استعراض أرضي. هذا النوع من الطائرات استعراض دورة الهادي شاكر بكافة اختصاصاتها، السيف للضابط، تلاميذ ضباط تخطوها يتقلدون السيوف كما يتقلدها كل ضابط في العالم، سيف القيادة ولا سيف التسلط، نعم سيف القيادة إلى العلا. والآن نتواصل مع النشرة الاقتصادية لكن بعد هذا الفصل الإعلاني.